اليوم وجودكم معاي هني حد ذاته It's a jump. القفزة هذه احنا كنا شيء وصرنا شيء. شنو راح نكون اليوم وشنو راح يصير باكر؟ يوم انتم وجودكم هني عندكم فكرة تبون تقفزون، منتوا عارفين شلون تقفزون، خايفين تتألمون، خايفين تطيحون. لذلك الناس عندها أفكار حلوة تبي تسوي شيء حلو، الظل هني. ليش؟ خايف تطيح. كل شيء في الحياة مقسم إلى شيئين، هو الألم والمتعة. حضرنا اللي هي محاضرة الأستاذ أحمد المطوع، واستفدت الأمانة في أمور عديدة، ومن أهمها اللي هي الأمور التحفيزية، كيفية التعامل مع المحبطين والفاشلين في مجال البزنس بشكل عام. للأمانة استمتع جدا في هذه الدورة، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.